الأمريكية، بس حبينا نعمل شوية تنوع diversification بالبروجرام تبعنا إنه نقدر نتواصل مع السيدات. صراحة اليوم اجيت اشارك بهاي الدورة، كانت هي مبادرة حلوة كتير كتير من النادي انه وفروا لنا هيك دورة لتعليم اصول عمل الستيك، صوصات الستيك، الفرق بين انواع اللحوم لكل قطعة، ومن وين ناخدها ولايش بنستعملها وكيف حتى بنطبخها. وان شاء الله دائما تدعون لهيك شغلات حتى احنا يعني نتثقف، يعني كستات بيوت فبهمنا انه نعمل هيك شغلات عشان نشوف حالنا بالبيوت كيف انه بنقدر نعزم ناس ونسوي ونكون قد هاي الشغله. وان شاء الله تكون في دورات ثانيه تدعونا لها حتى احنا نكون نوصل لمرحله انه احتمال نصير شفات. يعني اليوم كنا مع السيدات النادي الأرثوذكسي، تعلمنا عن اللحوم الأمريكية. أول إشي حكينا لهم كيف يميزوا إيش اللحم اللي جودتها عالية، كيف ينقوا القطعيات المختلفة عند اللحام. بعدين حكينا شوي أكثر عن إيش الطرق الطهي المختلفة لكل القطعيات اللي ورجناهم إياها اليوم. ونحن موجودين اليوم بالنادي الأرثوذكسي عم ندرب أكثر من 25 سيدة، بشرفنا أنه يكونوا معنا، وبتأمل أنه يتعلموا ويستفيدوا وياخدوا كل المعلومات والتقنيات ويستمتعوا بالنكهة والمذاق الطيب يلي تتميز فيها هيدي اللحوم.